يا حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة منا إلى حضرة أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حوله المورود، واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصالحين، لا سيما منهم إلى حضرة من دفن في هذه البقعة المباركة. اللهم زدهم تعظيما وتشريفا وتكريما. اللهم افض علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى زملائنا وعلى من يحبنا وعلى من نحبهم وعلى من تعلقوا بنا من فيوضاتهم وأسرارهم وأمدادهم ونصرتهم يا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك بجاههم وبقربهم وبكراماتهم أن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، وأن تحفظنا وإياهم يا حفيظ من جميع البلاء والأعداء والحساد والأمراض. اللهم إنا نسألك بجاههم وبقربهم أن ترزقنا وإياهم أعمالا صالحة ترضاها وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، وأن ترزقنا وإياهم عافية لا سقم معها وطول عمر لا هم فيه وطاعة لا معصية معها، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في جميع ما أنعمت علينا، لا سيما في مجلسنا هذا، بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.